ضمن مبادرات الصحة العامة وتحت شعار 100 مليون صحة، افتتحت وزارة الصحة والسكان أول معمل متكامل متخصص في التحاليل الباثولوجية والجينية للكشف المبكر عن الأورام، وذلك بمقر المركز المصري للتحكم في الأمراض. النهاردة زي ما حضراتكم شفتوا هذا المعمل المرجعي الكبير اللي بيضم كل الابحاث الباثولوجيه والجينيه للاورام السرطانيه. الحقيقه يعني انجاز كبير جدا يكون في هذا المعمل المرجعي تابعا لوزاره الصحه في مصر. المبادره دي يعني هي يعني من اهم المبادرات الخاصه بالوقايه من الاورام. النهارده المبادره تتعامل مع اورام عنق الرحم، اورام الرئه، اورام البروستاتا، واورام القولون. المركز يضم أحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية ومعامل كبرى لتحاليل عينات الدم التي تؤخذ من الأطفال في المبادرة الرئاسية لفحص حديثي الولادة، كما تم تزويده بالمعامل المتخصصة لفحص الأمراض الوراثية. المركز النهاردة بيتم افتتاح فيه واحد من أحدث المعامل اللي موجودة في مصر، وهو هيكون بدور قوي جدا في دراسة الأبحاث على الأنسجة واكتشاف المبكر للأورام. النهاردة التحاليل الجينية هي دي أحدث تكنولوجيا موجودة النهاردة في تشخيص الأورام. بكل بساطة هي كأنها بتفك الشفرة الجينية للورم وبتساعد الطبيب المعالج أنه يفهم فين الخلل اللي موجود. تصميم المعمل Existing Now أنه بيغطي كل الاحتياجات المتطلبة لأن احنا نحصل على شهادة الكاب اللي هي شهادة الاعتماد، أن المعمل يتأكد أن الورك فلو العمل بتاع المعمل بيمشي طبقا للستاندر العالمي. هي واحدة ضمن الخطوات التي تخطوها الدولة المصرية في ملف الصحة والاهتمام بحياة المواطن المصري بافتتاح المركز والسيطرة والتحكم في الأمراض، فضلا عن المبادرة الرئاسية للمقبلين على الزواج التي تهدف لرصد حاملين الجين المسبب لأنيميا البحر المتوسط واكتشاف أي إصابة بالأمراض المعدية. آية القاضي، الحياة اليوم.